راس صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنيه الاتصال المرئي صباح اليوم وقد ادلى سعاده الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الامين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لمتابعة ما يرد في وسائل الإعلام والتواصل من شكاوى المواطنين وملاحظاتهم والتجاوب مع ما يطرح بأقصى سرعة ممكنة وأثنى سموه على الدور الذي تطلع به الصحافة البحرينية في رصدها الموضوعي لاهتمامات المواطنين واحتياجاتهم ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة احتياجات الأهالي في المدن والقرى من خدمات البنية التحتية الأساسية لمناطقهم والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة على كافة مستويات المسؤولين للوقوف على تلك الطلبات وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من مختلف الخدمات وبخاصة خدمات البنية التحتية وبامر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد استعرض المجلس نتائج زياره ثلاث وزراء ميدانيا الى جلالي وسماهيج للوقوف على مسببات تسربات المياه من تحت الارض وتجمعات المياه السطحيه حيث اصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهه الكريم برفع اي ضرر يتعلق بخدمه البنيه التحتيه على المواطنين والمقيمين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجه ذلك ودراسه اسبابه لتلك في تكرار حدوثه فيما أطلع كل من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان وسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المجلسة على ما خلصوا إليه في المرحلة الحالية والحلول المقترحة لمعالجة التسربات وتجمعات المياه السطحية بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية أولاً، وافق مجلس الوزراء على تنظيم استخدام شارات وعلامات الهلال الأحمر لحماية الوحدات الطبية المدنية والعسكرية المخصصة لعلاج ونقل الجرحى والمرضى والقتلى في أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة، والعلامات والشعار المميز للمنشآت والممتلكات الثقافية وقواعد استخدامها ونطاق تطبيقها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بتنظيم استخدام شارات وعلامات الحماية المنصوص عليها في اتفاق هي جنايب لعام 1949 وذلك في ضوء التوصيه المرفوعه لهذا الغرض من اللجنه الوزاريه للشؤون القانونيه والتشريعيه والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه المذكوره ثانيا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبه لوقف قروض الاسكان والذي تحقق بصدور قرار مجلس الوزراء بتاجيل قروض الاسكان لمده سته اشهر ابتداء من ابريل 2020 وقرر المجلس الموافقه على رد الحكومه على تلك الرغبه وذلك في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه المزاريه للشؤون القانونيه والتشريعيه. ثالثا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبه بعدم تحميل المؤمن عليه في وثيقه التامين ضد حوادث السيارات اي التزامات ماليه اذا لم يكن هو المتسبب في الحادث رابعا وافق مجلس الوزراء على مسوده رد الحكومه على اقتراح برغبه يتعلق بتعرفه الكهرباء والماء لاسر شهداء الواجب خامسا وافق مجلس الوزراء على مسوده رد الحكومه على اقتراح برغبه يتعلق بالطلبات الاسكانيه للعوائل التي فقدت الوالدين بسبب الوفاه ولديها ابناء غير متزوجين تجاوزوا سن الواحد والعشرين سنه وليس لديهم اخوان قصر وفي بند التقارير الوزاريه اخذ المجلس علما بنتائج مؤتمر المانحين لليمن وذلك من خلال المذكره المرفوعه لهذا الغرض من سعاده وزير الخارجيه.